السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نحكيه كيف نغرس شجرة تاع الليمون. هنا ذهبنا إلى شجرة تاع الليمون ذات إنتاج جيد ونوعية جيدة، وقمنا بقص بعض العيدان وجبناهم هنايا وغرسناهم في هاد لي بو، نشوف فيه مليح، يعني غرسناهم في هاد لي بو ومن بعد يتحولوا إلى شجرة، نقوم بالسقي ونقوم بوضع أتربة مع أسمدة، وبعدها راح نحولوا هاد الأشجار بعد النمو إلى المزرعة أو إلى الحقل وين نحبوا نغرسوهم. نشوفوا هنا جيدا، يعني يكونوا هنا في الدفء، في داخل المنزل في الدفء، نقوم بهذه العملية إن شاء الله ونحولهم إلى المزرعة. شكرا إخواني أخواتي.